نرمي البغضة بيدينا من ورا الباب. وقي يا حماتي حبيني كلك أخلا، لولا ابنك ما شفتيني لابس اللي خلاك. دخلك يا كوح العيني ما بتنفرة، العيش المرة بترميني آخرها تراب. لأنه يا ميمتي دير الجرة على ثمها تطلع البنت لأمها. لو بتشوفي محرمتي مليانة دموع، يلي أغلى من بنتي وصوتك مسموع. أنت مليحة بس أنت شوي دلوع، يا كنتين ما دبتي بصير حساب. هلو يما روقي ولا تخلي مرتي تنضام، يما مليح صحتلي بيضة وتمام. خلي البسمة ترجع لي ونهاري سلام، خلود من العين تملي وتسقيني شراب. كل واحد بيعرف حده بيضل كبير، ما بتطاول عجده الولد الصغير. شو بدكن يبقى عنده أبو البدور، خايف تطير وما تهد وتصير سراب. لا 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 بسيطة. اسكت لا تعمل حالك فهمان كتير، هات الكاس من قبالك من دون تفسير. بنتي حرة مش مالك اللي بدها بصير، ما حد فيكم بتمالك يسألها جواب. كشري حطيت صابون لحلاكة ولا دوا الصراصير؟ حكيم مداوي ومطهر كل الجروح، وبجتب وصفه لا تعجب مرضك بيروح. وحلاك محندك بحلك بدون جروح، هات مصاري نتسبب بنصير صحاب. مهما درنا ولفينا بنطلع احباب، نرمي البغضه بايدينا من ورا الباب. شبرين وين قميص الابيض؟ مش بالخزانة؟ لا. هو انا كويته ولا لا؟ السنة الماضية؟ ايه. مالك اليوم لسانك لاذع؟ لانه صار لي 4 ايام بقول لك عندي اليوم اجتماع مجلس ادارة. عجيب. وين راح القميص الابيض؟ هي يا ميمتي يا بشير. يا بشير. ايوه يا ميمتي. لمين هذا القميص؟ احذري يا ميمتي، مش الكي، مش لخلود، يعني قميصي. لقيته تحت المجلب بالمطبخ، جبته هان عشان اسالك واسال خلود. ها هاك اقضب، انا مشغوله. وين الطابه؟ وين راح الطابه قبل لا يصف؟ شو عرفكي انه قميصي؟ صار له مرمي 4 ايام وما حدا ناوي يغسله. قلت لحالي ول، معقوله خلود متهاوشه مع بشير مع الملاك الهادي وقصاصله ما ودت تغسل له قميصه، مع انه عنده اجتماع مجلس اداره. هات اشوف القميص. لا يا ميمتي، لا تزعل مرتك يا حبيبي، لا تسب مرتك يا حبيبي، مرتك مليحه. اشوف القميص يا ميمتي. هاك قضب، مرتك مليحة، لا تزعلها يا ميمتي. هي مليحة بس نوبات بتنسى، هي مليحة بس نوبات بتتكاسى ونوبات بتطنش، بس هي مليحة مليحة يا ميمتي. أنا داري لو إيش مغسلك لك القميص، وكاد وكاد إنها تكاسلت، بس هي مليحة يا ميمتي. بدي أشوف لي حل مع خلود. لا 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 يا حبيبي، لا يا ميمتي. احنا مش فاضيين للهوشات الحين، اليوم جايين شره للارض ولازم نستقبله احسن استقبال. هاي القميص. بعرف انه هاي
القميص، بس بدك ياني ألبسه هيك عشان يقولوا عني عزابي. وين كان القميص؟ مش مهم وين كان. لا مهم جدا، وين كان؟ كان في المطبخ تحت المجلى. انت طلته من المطبخ من تحت المجلى؟ شو هاد تحقيق موظف جمارك؟ جاوبني. لا، امي لقته هناك. امك لقته؟ انت اخذته من امك؟ اخذته من امي. اي بدي اروح اتخانق مع امك. لا خلود استني، لا تسيف الفهم يعني. خلود. يا هلا. وين كان هذا القميص خلال 4 أيام الماضيه؟ يا هلا بحبيبتي، يا هلا بكنتي. بسالك جاوبيني. اهدي يا خلود اهدي. يا ريحة الحبايب، يا ريحة الحبايب. وين كان هذا القميص خلال 4 أيام الماضية؟ مثبت وجوده تحت المغسلة بالمطبخ. وش اللي خلاه يصير تحت المغسلة بالمطبخ؟ يا هم لالي، هذا ينشد بك الظهر يا بنت عواطف. لا تراوغي عمتي. أنا روخكي؟ سامع يا بشير بتسمني. وحد الله. لا إله إلا الله. ليش اليوم بين القميص وفجأة من قطك؟ وين كان؟ وايش يعني يا بنت عواطف يا مكسوفة الرقبة؟ وقتك تتهمين اني انا اللي مخبية القميص عن ولادي؟ ولادي الوحيد اللي ما حيلتي غيره؟ لا انا ما بتهمك، انا متأكدة انك مخبيته عن ابنك الوحيد اللي ما حيلتي غيره، لانك زهقانة ولانه ما عندك تسلية تتسلي فيها غيري انا، ولانه قلنا لك انه نجيب لك طالبه جامعيه تسكن معك وتونسه. لا ناقصني بنات بعاد عن اهلهن اخدم عليهن واتعب اعصابي واخرب صحتي. بشير. نعم يا ميمتي. مرتك بتهلوس. اي ما هو العيشه معك بتخلي الواحد يهلوس اللي عمره ما هلوس. ضب لسانك احسن لكي، احسن ما بعدين. صدقيني. ايش المره الجايه تخبي البدله؟ زين يا بنت عواطف. مالها بنت عواطف؟ خلود تعالي معي. تعالي دبرتك عندي انا لولا الحين مشغوله، ولا كان قلبت الراس الضار على راسك. انا عارفه ليش هالناس بتقل دمها خلال النهار. رمضان كريم لا بنسقيهم لا شاي ولا قهوه. اكيد لبيب عنده هدف من هالزياره. قال ايش يا ستي؟ بده يقدم لي هالشخص الطلاب. ليش هو بيقعنا بنات حتى نعطيهم؟ ايه بركي بده يتأجر عنا، او بده يجاورنا، او بده يشتيلوا شقة من هالشقات. بركي هيهم بكروا. يا ستي اهلا وسهلا. تفضلوا يا رب تفضلوا. اهلا وسهلا. كيفك عم رامز؟ اهلين يا ابو لبيب. اهلين. بقدم لك سلمان ابو فريهد. اهلين وسهلين ابو فريهد. تفضل يا ابو تفرهدوا. هذا صاحبها؟ لا يا ابو فريهد. وين شايش عنك يا با؟ والله سافر بشغل وحملني هالامانه. امانه؟ امانه ايش؟ هذا يا سيدي ابو فريهد حابب يحكي معك بموضوع، وهذا الموضوع فيه فايده له والي. الدنيا مساء الله يمسيك بالخير. يا مساء النور. وافق؟ لسه ما فتحنا معه الموضوع يا ابو فريهد. افتح لعاد. حاضر. يا با ايش هو الموضوع؟ تفضل احكي. فيا سيدي هذا ابو فريهد زلمه طيب والله منعمه متفضل عليه، يعني حالته فوق الريح وانا حالتي تحت الريح، والموضوع هذا فيه فايده له والي. انا مش فاهم اشي من اللي بتقوله. صبرك رامز. ايوه يا ربيب كمل. الصراحه يا عم رامز ابو فريهد ما حب يروح لبشير مباشره، فقال ألف له جنابي يعني كورنر. كورنر؟ لا هذه طلعت أوت. أنا مش فاهم إشي. أنا بديت أفهم. أيوة يا لبيب. بصراحة أبو فريهد شافها مرة واحدة وعجبته. شاف مين؟ القطعة. والله إنها زينة. لوش الحكي؟ اسمع يا أبو فريهد خلينا نكمل. كمل. وافق. مين هي هذه اللي بتحكوا عنها؟ أنا بفهمك كل إشي يا عم رامز. بالسلامة بشوري. فكرك القميص هذا مش مبين إنه أخضر؟ طبعاً مبين إنه أخضر. يعني ما حل محل الأبيض. قصدي بلاش الأبيض، الأخضر بسد. زين
خاطرك. خذني معك يا ميمتي يا بشير، وصلني عند دار بنت عمك شو اسمها هذه الشقرة الطويلة ام عيون وساع اللي مثل القمر، ام 17 سنة. هدى. أيوة هي هدى. هذا انت متذكرها مليح يا مقصوف. طبعا بدي اتذكرها، مش بنت عمي. اي صدقيني 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 انها بتنزل عن حبل المشنقة او بتلبس لبعضهم حبل المشنقة. وايش قصدك؟ بالسلامة عمتي. زين يلا يا ميمتي وصلني لعندهم وقعد نسولف شوي وتشرب قهوة معنا. بتروح على اجتماع مجلس الإدارة مباشرة بشوري؟ طبعا، هو أنا فاضي للسواليف. ضاق قلبي قمت أزور المزاييني. ومستعد يوقع العقد فوراً؟ ها طبعاً. ومعه يدفع فوراً؟ طبعاً. عظيم عظيم، خلي بنتي تتبحبح. عيب عواطف، أتحكيش في هيك مواضيع خاصة. ليش رامز؟ مش إم بشير حمات بنتي؟ لا يا ستي، هذا الموضوع بخص إم بشير وبس. طب يلا يلا وصلنا. جيبي لي الجاكيت معاك. ها يلا تفضل. وافقت؟ إيه. هلأ بدنا نروح عندها. وإمتى بترجعوا؟ ما انت بدك تروح معانا عشان تشوفها. يعني هي ساكنة ببلد وانا ببلد؟ يعني تقريبا بينك وبينها وادي صغير. تفضل. تفضل رامز. تسلمي لي ريتك. تفضل ابو فريد. يا الله. هذه هي؟ لا يا زلمي، هديك. لويش جايين عند هذه العاد؟ غلطة، قصدي واسطة. تفضلوا يا با. ودي منك دوا يا ابو فايق اللي يحبب بشير بنت عمه هدى ويكره بمرته خلود. ودي بشير يشوف بنت عمه هدى مثل القمر ضاوية، وخلود مثل القردة معتمة. كديش هذه عمرها هدى؟ هدى عمرها 17 سنة. 17 سنة، 17 منيحة. يعني بعد تشخيص الحالة أنا شايف إنه بديش عمل يحبب بشير بنت عمه هذه سلمى. لا يا أبو فايق، هدى بنت عمه هدى، ومثل إنك بعقلي يا أبو فايق. وأنا حذايا هذا العمل اللي يخلي بشير يشوف خلود مثل القمر وهدى مثل القردة. لا يا أبو فايق، لا لا لا، خلود اللي مثل القردة ومعتمة. ولا يهمك، هذا الدواء راح يجيب خبرها. بس اسمع هذا كلش، انت لازم تروحي تزوريهم هذول لأهل هدى وتفهميهم انه بشير عينه عليها ولا العمل بنفعش. ولازم تقولي لهم انه بشير بطلع المبلغ الفلاني وانه تشسيب ولخ لخ لخ. واش لخ؟ ما تلخي شي، خلي زي ما انتي. واش تلخي؟ زين 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 يا ابو فايق، انا بعزم هدى عندي وبفهمها على كل شيء من طقطق للسلام عليكم. ماما حبيبتي اهلين. شو السياره الحلوه؟ تفضلوا يا تفضلوا. اهلين بابا. اهلين يا ابو خلود. وين عمتك؟ طلعت بركن ارتاح لي ساعه من نكدها. شو عملت فيكي اشي؟ مجنناني هالايام. يا لطيف. اتفرهد يا ابو فريهد. اتفرهد. مين هذا ماما؟ ابو فريهد. هلا هلا بالملاكة. هلا ملاكة. مش هادي مش هادي هديك. انتو عن مين بتحكوا؟ تعال اقول لك القصة. هذا زلمة زنجين ومقرش وجاي لعند عمتك طلاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا تعبان عدم مؤاخذة، بدي اروح انام. قلتيلي طلاب؟ لا عمتي حبيبتي تاج راسي. اهلين عمتي. الحكي اشتغل العمل. هلا حبيبتي ابوس على ايدك. اولي هذا عمل اوتوماتيكي. تعالي عمتي تعالي. وايش بتساوي يا بنت؟ بظبط لك المنديل عمتي.
هاي الغرة لازم تنزل. إلا مين يا حصر، لا من شاف ولا من دري. غلطانة أنت، عليك العين. عين؟ عين مين؟ مش الحاسد ولا العزول، عين الحبايب. خمنت. تفضلي عمتي، أجاكي ضيوف، تفضلي ماما. حياهم الله من ملفاهم لما لقاهم. يا هلا بنسيب الغالي. هلا بيج، هلا بيج، هلا. مش إلك موجه الحكي يا أبو فريد. يا هلا ببؤبؤ عيني. هلا بيج، هلا هلا. هاي أنا لولا الكوميشن ما مشيت بهالشروة، صاير سمسراتي آخرتك يا لبيب. منو هذا؟ هذا أبو فريهد. باين هذا من أغنى الأغنياء يا عمتي. ويش يعني؟ يا ويلي، ما بصير أقول هيك للضيوف. قصدي والنعم والنعم. هذا مش ضيف عمتي، هذا محلي. قصدك مصنوع عندنا؟ دمها خفيف ولا لا أبو فريهد؟ مين هي أم بشير فيها؟ أنا، أنا أم بشير يا ختيار. إيه الله يرحمها، الخامسة كان اسمها مبشرة. إيه أنهي خامسة؟ إيه سيارتك الخامسة؟ لا، مريت الخامسة. وانت بلا زغرة، قديش كاين متجوز؟ بالجمل ولا بالمفرق؟ إيه كله على بعضه، شيلة بيلة، شروي. 9. ما قصرت، حياك الله. تحية ودومي. انت اسم سارة؟ اوالي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، مع مين جاي هذا؟ ها عمتي، هذا جايك طلاب. طلابي انا؟ طبعا. صدقيني صدقيني صدقيني، ما يطول اطفر من ايدي. يا هلا يا هلا يا هلا بيك يا جدي. لا لا لا. نعم نعم نعم، وطي صوتك ليسمعك. مين هو اللي يسمعني؟ العريس. أنا بدي إياه يسمع، أصلاً هذا العريس لو صرخت في دانه ما راح يسمعني لأنه أطرش. لا مش أطرش، أنت اللي مش راضي تسمع. بقول لك كل الطرق تسكرت بوشي، إمك بدها إياك إلها لحالة، بدها إياك تتفرغ لها عشان تونسها، وأنا مجرد زوجي واقف بطريقها، لذلك بدها تزحلقني. لذلك بدك تتجوزيها؟ مين أحسن، هي تتجوز ولا إحنا نتطلق؟ نتطلق؟ يعني إذا برضيك إني أرجع لأهلي وما تشوفني بالمرة ودعنا لقاء بعد. أعوذ بالله يا خلود، لا تحكي هيك حكي يا خلودتي. يعني إذا نوافق إنها تتجوز. طيب خليني أشوف العريس، ألقي عليه نظرة مرة ثانية، لأنه أنا لما دخلت وسلمت ما شفته كويس، فكرت هو اللي جاي يشتري الأرض تبعت أمي اللي هو. يا ستي بنقابله. فتح يا جوز بنت عواطف. الأستاذ شو بيشتغل؟ والله زي ما تقول ملاك مصاري. والنعم، وقديش عمرك عفوا؟ يعني تقول 57 سنة مثلا. معقولة هذه؟ 9 نسوان قبلوا لي، لو كل واحدة قعدت عنده 5 سنين، 9 × 5 = 45، من 57 = 12 سنة. يعني تجوزت ابن 12 سنة انت؟ اي نعم، وانت الصادق. الزواج مسؤولية خطيرة، الزواج سكينة، الزواج لازم يكون المرة هاي استقرار. صح، علام الولاد يرجع عن الزواج. علم علمك. طيب يا أبو فريهد، في هاي الأمور الواحد لازم ياخذ رأي صاحبة الأمر. صح، هيها قدامك اسألها. أبو فريهد، صاحبة الأمر راحت على أوضتها مش هذه. ولو إيش بوضتها؟ عجيب، شو إلك فيها أنت؟ بلكي رافضة، أنا ما ودي تجبروها. طيب طيب خليني أقوم أشوفها. اي تفضل يا عم. عمك؟ اي زين.
عندنا بنات في العيلة تقول ما ودي ما اريد. يعني بدكم تغصبوني؟ انا قلت الجوازة دي لازم تتم، يعني لازم تتم. الظاهر انك بتلد على مسلسلات مصرية كثيرة يا بشير، وانا بقول مش عايزاه يا وحيدي. ماله يا بنتي؟ شو عيبه؟ الرجال مقرش. والنعمين. لقطة يا بنتي. لزقه يوقع بالقنا. ما خدش العجوز انا، هات ايدك. خذي. انا ودي واحد من عمري. واذا ما بي واحد عمره 50 سنة، معلش برضى بقل. لواش الطمع؟ اللي بترضى بقل بتعيش. اسمعي يا بنتي. إذا ما تجوزتي أبو فريهد هاب سجلك في مستشفى العواجيز. عواجيز بعينك يا قليل الحياة اللي ما عندك دم ولا بتسحي على نفسك. أنت ودك تتخلص مني بأي ثمن. دزتك علي بنت عواطف مشان تتخلص مني. أنا فاهم الطبخة كلها. بعدين معك يا ميمتي. الحق مش عليك، الحق عليك أنت بنت عواطف اللي دزتك علي مشان تتخلص مني. يا حوينت الليالي اللي صرتها وانا دادي بيك، اقعد جنبك اسقيك وطعميك، ولا شلون صرت زلمة بهالطول والعرض يا بشير؟ صرت زلمة هيك يم؟ اذا انت ودك تتخلص مني، ترى انا بتجوز المخلوق هذا اللي قد جدك. لا يا ميمتي، لا، انا من صوبك يا ميمتي. معلش، هتجوزه، وانا هو قبل اللي يموت. يا هلا يا هلا بالمزيون. يا هلا. هي انا مزيون؟ من هي هذه؟ العروس. زين انا بوريكي. يا هلا بالضيف. يا هلا. هلا بيك. هلا. حيوا المنازل تحيه عين المصافحه النوم سهرانه، ولا تحيه غريم الدين معسر وفا ديانه. هذه شاعره بعد، مش بس صاحبه الامر. طبعا. هلا عدد ما عطس جد مرشح. جد مرشح دمها خفيف بعد. صايم يا عمي؟ خوف الله ما يجوز له، ان صام يوم يفرط. يا عمتي لا تدللي، الرجل متحير. وسكت انتي، دبرتك عندي، ان شاء الله افرح بفرح جوزكي. ايش قصدك عمتي؟ قصدي تفهمي بعدين، يوم الموز يطب عرقبتكي. يا هلا بالضيف. يا هلا. هلا بيك. هلا. فذا وقت ترى منه العجايب، علامة الوقت يا ذا علامة. يقطع الفضاء ويشوب تضيع بني أدمين. بشير. نعم يا عم. تعال معي. رامز وين ناخده؟ مش شغلك. فهموني، شو هاللخبطة هذه؟ الحكاية يا عمي بدت بمهاوشة بين بنتك مرتي خلود وأمي حماتها. هذيك بدها تتخلص من هذه، وهذه بدها تتخلص من هذيك. ليش؟ هذيك في عندها سأم وملل وزهقانة، وهذه خايفة السأم والملل والزهق ينعكس على جوز. هذيك. أيوة صح. هذيك هبلة مش عارفة إنها حمات هذه. بقول لك هذيك خايفة من هذه. وهذيك وهذه مجنين، اللي صاير ألقيته أصعب بكتير من اللي كان بين هذه وهذيك. قل لهذه تفهم مشاعر هذيك. وبعدين ألقيته خلصونا من هالمهزلة هذه. مرتي مهزلة؟ لا أنا قصدي الحكاية كلها. والحل؟ الحال؟ الحل عندي، تعال معي. كشكي لي. وإيش قلت يا ميمتي؟ خلاص، ما بدنا يا عريس ليكي. زين 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 يا ميمتي. يا موت روح الهلك يا موت. موت؟ منو الموت؟ هين روح حلك الله وياك. قالت ام بشير خيرة النسوان، العم يسمع والابن والخالي، مريدنا المال والحلالي، مني حليلتهم ولهم برجالي. برافو. شو اللي صاير من ورا ظهري؟
مالكم انتو التنين بتسفقوا؟ ايه ترجموا لي. انا ترجم للجميع. انت يا ضيف ما انت المقصود بالذم، انت مسكين وقعت بين نارين، ناري ونار كنتي، انا زهقانة وكنت زهقانة مني، واذا كان الحل ان انا اقول رايي انا بعد لي راي. اي طبعا طبعا احنا نشاورك هالحين وبعدين. اي اسمع يا زلمه خليها تكمل. ربعي يظنون يوم الوحدة منا تصير ام. خلص اقرا الفاتحة عليها، يعني بطلت تحس، بطلت تتألم، بطلت تحب، بطلت تكره. الله وكيلك، حطونا بقوالب، هذا بقالب الأب وهذا بقالب الأم وهذا بقالب الابن وهذا العم وهذا الابن. عد انه بعد هيك ما عدنا ننفع بشي ولا عندنا حق نشعر بشي غير هالقالب اللي حطونا بيه. هذا انت مفكرة يا ميمتي، تابعي يا ماما تابعي. ولدها ولا مر يوم نصير بالعمر هذا تصيروا تحكوا معنا وعنا من فوق مثل النهبل ولا مساكين. حنا ما ودنا جمايل حدا، ما ودي حدا يحزن علي. انت إنسانة إلك كيانك وشخصيتك وطريقة تفكيرك ام بشير. راس اندوش راس اندوش، واللي وده يقول لي بعد هالعمر ويش اساوي وشلون اتصرف ويش اقول بعد ما انخلق. انا اسفة يا عمتي، ما كنت اظنك بهالعمق. لانك بتظنيني بقلب الحما. بالعكس انتي عمتي وحبيبتي وام جوزي وانيستي، بس انا مش عارفة شو اسوي فيكي لما تشعري بالوحدة. لا تسوي شيء، فلتيني لحالي، انا اتصرف لحالي. بالله عشان تطلقيني من جوزي، انا عرفتك ذكية وفهمانة ومخططة. زين فسحوني، شمموني الهواء، حطوني بالسيارة ولففوني البلد. وبعدين وبعدين يا ام بشيري بتزهقي. قصدك وتك الحل الدايم. بالضبط يا لبيب. نعم. قوم روح وخذ هالضيف معك قبل لا يفرط عنا ويحسبوه معش العيلة. قوم يا فريح دوم يا. وافقت؟ لا رفضت. اي يا خسارة، كنا بدنا نبنى احسن دار على ارضها. وايش قلت؟ احسن دار؟ يا خالتي، ما هو جاي من شان يشتري شافة الارض اللي عندك. الارض؟ يا ماما ما انت فهمتيني انه جاي طلاق. وانا كملت، ما انت قطعتيني. وانا فهمت منك انه جاي طلاب وخطاب. انا فهمت عواطف حسب ما فهمني لبيب. اي ما هو كل من يجي بدنا نحكي ما بتعطونا فرصة. يعني انت كنت جاي تشتري الارض؟ ولا شو فكرك يا حجة؟ يا هلا بيك. هلا بيك هلا. والرحب بالمهلي. وانا من زمان محطرة الطابو. أنا كنت مفكراك إنك جاي بدك تتقل دمك علينا. أعوذ بالله، كفينا الهم اللي عندي. والسوء هالتفاهم هذا. ولا سوء تفاهم ولا شيء يا حجة. الأرض والعرض نفس القيمة يا بشير يا صاحبة الأصل، والهرج عنهن واحد. صدقني إنك ابن جويد وابن أصل، ونطلب منك العذر يا ضيف الرحمات. هاي يا ولاد، الأرض والعرض بناتهم شعرة، وبسوء هالتفاهم هذا أنا تعلمت شي كان غايب عن ذهني. اتعلمت إنه الأرض مثل العرض، إنه الطابه وهالقذلة ما يتسلمن بسهولة. وأنا أقولكم وديروا بالكم، الأرض مثل العرض. ها والله إنك نوارتنا يا عمتي، وانت قرقوشة قلبي. ومين ما يجي يطلبك ما راح اعطيه لو بحط كنوز الارض كلها. سامعي يا بشير يا ميمتي، ما ودها تتخلص مني ولا تريحني. يعني افهم من هيك انه بينك وبين امي خلاص صافي يا لبن؟ ليش؟ هو في بينهم اشي؟ لا سمح الله. كان في بيتنا سوء تفاهم.